أقام نادي ضباط الأمن العام مساء أمس مهرجانا كبيرا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة، حيث تضمن المهرجان جملة من الفعاليات والفقرات المتنوعة بمشاركة أعضاء النادي وأسرهم. بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وتجسيدا للشراكة المجتمعية في أروع صورها، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية، جاء المهرجان الكبير بفقراته ومضامينها والذي أقامه نادي ضباط الأمن العام بحضور وكيل وزارة الداخلية وعدد من المدراء العامين وجمع غفير من أعضاء النادي من منتسبي وزارة الداخلية وأسرهم. احنا مثل ما تعرف في شهر الاعياد الوطنيه والمملكه تشهد اعياد وطنيه على مدار شهر كامل، واليوم خصصنا الفعاليه هذه اللي امامكم اليوم خصصناها للافراد الاسر اللي موجوده منسوبين وزاره الداخليه، للمدارس والهيئات الاهليه اللي شاركت معانا وعلى طول معانا. فنفتح اليوم المجال حق الاسر واولادهم وبناتهم ان يجون يشاركونا الفرحه. ينظم النادي مهرجان العيد الوطني السنه السابعه على التوالي. الفعاليه مثل ما انتم شايفين فيها العديد من الانشطه والفقرات مختلفه. فيها انشطه رياضيه مثل بطوله العيد الوطني للتنس الثالثه للضباط، بطوله العيد الوطني للبولينج الثالثه للضابطات. عندنا سلمك الله بعد فعلنا الشراكه المجتمعيه خلال المهرجان من خلال تواجد ابناء وعوائل شهداء الواجب الابرار. جاء المهرجان حافلا بالفقرات وبمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وسرية الخيالة، فما بين الشعر والأغاني الوطنية كانت التوعية حاضرة، وما بين الفقرات الترفيهية المتنوعة ومن بينها الرسم والتلوين كانت المشاركة المتميزة لأبناء وعوائل شهداء الواجب وعدد من منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية ودار يوكو، بالإضافة إلى مؤسسات وجمعيات خيرية. وما شاء الله في إقبال وايد من الجمهور، خصوصا بالنسبة حق التوعية التثقيف والإسعافات الأولية. أنا أشوفها لأنها وايد مهمة، والكل مفروض يعرف شنو الإسعافات الأولية وشلون يتصرفون في حالات الطارئة. صغير تجيب في هالفعاليات تزرع فيه الولاء والانتماء للديرة والوطن، فكل سنة لازم نزرع هالشيء، ومو كل سنة بقى كل يوم، يعني لازم نزرع الولاء والطاعة حق عيالنا عشان نكبروا يكونون قدوة حق عيالهم إن شاء الله في المستقبل. هكذا تتجسد استراتيجية الشراكة المجتمعية واقعاً مشهوداً من خلال التواصل مع كافة الفعاليات والحضور المميز الذي يضفي طابعاً خاصاً على الفعاليات ويحقق أهدافها المرجوة.